الله الله الله. أول شيء شكراً لأنك يعني حملت الكمان وبلشت بالكمان، واللي بيسمع الكمان هلأ لازم يقول لك كمان وكمان 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 وكمان. أهلا وسهلا الله يهنيك. تحية لك سيد جهاد عقل. يعني قد ما حكينا عن سحرك بتعاطيك مع هذه الآلة بضل قليل، واللقب اللي حامله أنت ساحر، ساحر الكمان منه عادي، بس كمان هو كمان قليل فيك. بعد اللقب لهلأ محمول ولا غيرت اللقب؟ لا طبعا بعد اللقب، لأنه هذا من أجمل ما حصدته. إيه؟ هو عامل الإحساس اللي بيوازي السحر، اللي بيخلي الآخر ينتعش من بروح. إيه؟ النغم اللي بيوصل له. طيب هلأ أنت عم تعزف، مرقت بعد يعني مرآت بال يعني بتحز بالقلب، هيدي كيف يعني؟ هل قد بدها شغل عندك ولا بتطلع عادة بالقلب؟ لا هلا انا اللي عزفته تلقائي. ايه ما حملت الفايولين، حسيت شو حابب اعزف، حابب اعزف هيك جو رومانسي او شيء هيك معبر وتأهل فيكم تعبير هيك. هذا ترحيبي فيكم. إيه؟ بكل محبة حبيب القلب. بدي اقول لك شغلي، كنت عم تفرجينا من شوي جهاز آلة صغيرة، هاي اللي انت تعلمت عليها وتربيت عليها وكنت وفيا معها وهي ما زالت عندك. ليش في احجام مختلفة من الكمان؟ يعني هلا اللي عم تعزف عليه كمان يعتبر صغير، لانه في بعض احيان اشوف عازفين تبقى الجهاز اكبر شوي او اكبر كذا، بعد شوي رح يصير تشلو، حط تشلو على شوف آلة الكمان. جا هي من عائلة جميلة، هن اربع افراد. ايه؟ الكمان اربع قياسات يعني؟ اربع افراد. لا افراد. ايه غير القياسات. اوكي الافراد هن انا يعني وصفي انا لهال وشغفي لهالآلة الكمان. الافراد هن الاربعة، الكمان، الكمانجا، الفيولا بتيجي اكبر من الكمانجا شوي، تشيلو والكونتر باس. هيدول الافراد الاربعة انا بصنفهم الاب، الام، الاخ الفيولا، والجد، والبنت. البنت اللي هي اصغر الكمان. اه الكمان هي البنت المدلله اللي بهالعيله. وليش سميتها بنت يعني مش لا شرط. هي الكمان لان انثى، الفيولا مش انثى. بس ما تقول هذه الكمان، تقول هذا الكمان. انا هيك بحس. عندها هذا احساسك انت؟ هذا احساس. روحي انا بحس انه كمان روح انثويه. عم تحكي عن حالك يعني؟ عن طريقه تعاطيك معها طبعا. والكمان هي احجام، في وحده ناصحه شوي، في وحده ضعيفه شوي، عرفت كيف؟ هيدي رشيقه هاي. فهيدي اربع ارباع يعني. الكمان بتبلش ربع للصغار. ايه. نص، ثلاث ارباع، اربع ارباع اللي هي المتكامله الكامله، يعني اللي بس يصير عمر الشخص 14 سنه بيحمل الاربع ارباع لمدى العمر. بضل في سؤال دائم عند اللي عم يسمع عازف كمان، انه طيب هالقد بتكون الاله قريبه لدينته، السمع بيتاثر يعني؟ انه بضل عندك نسبه سمع ممتازه؟ نوعيه السمع بتضل ممتازه؟ ما بيتاثر السمع يعني انت على وبعرف انك يعني يخزر عين ثلاث ارباع شغلك سولو بتعمله. ايه. فهالقد الصوت بدينتك قريب كثير، ما بيأثر على خوض السمع؟ بعتقد انا بعتقد يعني ضريبه المهنه هيدي على العمر. ايه. بس يكبر الانسان هي السمع. اها. وشويه تعضير رقبه وشويه، كل مهنه طبعا لها ضريبتها. طيب هذه الرقبه عم تنحل بالطريقه اللي بتحطوا شيء فيها هون؟ يعني لما بتحط الكمان بتستدعى برقبه؟ كل عازف هلا هي لها الكوسان اللي فجوه. ايه اللي بتسند الكمان، بتصير كمانجه محموله. آه. عن طريق الكرسي خلينا نسميها الكوسان، اللي بسموها كوسان. انا لا، اما بحمل كوسان، انا بتعاطى انا والكمانجه مثل على العشره. مثل ما الله خلقها. مثل ما الله خلقها، على العشره صارت فليكسبل يعني. بلعب فيها انا بين ايدي، ما بضلني حاملها بطريقه بطريقه اني انا تقليديه. لا انا امرأة بشيلها بحطها بالنجا بدلعها.
شو انت اللي عم تعمله على اللي بتعمله على المسرح؟ يعني اول شيء انت اعطيت قيمه لهذه الاله، انت اعطيتها قيمه انه عم تلعب سولو دائما، ومن خلال السولو عملت هذه الشهره الكبيره بعالم تتعاطى فيه مع عزف كمان. وهالقد بتنزل، بتنزل انت العازف، انت البوس، بتنزل انت العازف، كل الناس عم تسمع، وبتنزل انت العازف وكأنك فرقة موسيقية كاملة. طول عمري كان هدفي وصل آلة الكمان للجمهور، لأنه بعالمنا العربي ما في الشق الفني بالآلات الموسيقية. أوكي. بتعرف نحن فرقة مطرب سولو. لا أول مطرب هو كل شيء. فأنا كان طول عمري وهدفي بالحياة وصل هذه الآلة لقلوب الجماهير. ليه؟ لأن ما تملك من أحاسيس ما حدا بيعرفها. أنا الحمد لله والشكر لله أتاحت لي الفرصة بعد جهد جهيد طبعا أني أنا أقدر وصل جمال وتقنيات وما تحتوي آلة الكمان من خلال معزوفة معينة، يعني أنا بلعبها بطريقتي بكل سلاسي، أي معزوفة بدمج التكنيك مع الإحساس. يعني خليني أعطيك مثلا، يعني أنت عملت أسرار، يعني لقطة الأسرار. أنا 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 أسرار الآلة لقطة، لقطة بعشرتي معها. أوكي. أنا طفولتي آلة الكمانجة. أنا كنت ألعب بآلة الكمانجة، أنا بقوس بآلة الكمانجة. رجع عيد هذه عرفت كيف؟ بس هيك قوس مصور قوس. عارف كيف؟ أنا الكمانجة بالنسبة لإلي يعني ما عندي وصف أقدر أوصف. أعطيك مثلا ليالي الأنس في فيينا، أنا هذا اللحن الجميل مثلا بلش. بحور الاخراج، بعمل رح اخراج. رح افضل انه ما نحكي بقى حوار، ضلك عزوز. بيكون اخراج الميوزك او المقطوعه تلقائي من عندي، فبحورها بطريقه حلوه. طيب خليني اقول لك انه هلا اللي عزفته كانك عم تحكي معنا، يعني عم تقول الحوار مفهوم، يعني انت قلت كلام هلا وكانك قلت كلام. صح صح. طب هيدي يعني منا متوفرة هيدي النوع بيعمل مكان؟ لا هيدي منا متوفرة عند مكان. وهيدي الله يرحم عبود عبد العال لا شك، لما كان يحكي مع ال لا شك الله يرحم الأستاذ عبود عبد العال، هو مثل الأعلى بال الكمان، ومثل كل عازف بحب آلة الكمان. فأنا من خلال عبود الله يرحمه كمان كان هدفي كمل المسيرة. حلو. ايه مسيرة عبود عبد العال، وكملت المسيرة والحمد لله نجحت، لأنه نحن جيلنا حمل الرسالة وعلى مستواها وقدمها بصورة، لأنه التقنيات أعلى صارت، الإحساس صار أنشط. حلو. من جيل لجيل بيتغير الإحساس. الجيل اليوم شو عمل فيها؟ الجيل اليوم محل رسالة ومش عارف الله وين حاطه، يعني كأنه يعني ما حد رسالة وما عمل غيره، ما عنده رسالة. الجيل الحاضر شال أصلا، ما اطلع على الرسالة. وعلى فكرة الجيل ما خصه، الجيل مظلوم لأنه في كتير وسائل ضيعته فتشتت. طيب ليك في سؤال، يعني سؤال يتصور محله، عم شوف فرقة موسيقية مترامية الأطراف 50-60 واحد مثلا، فرقة شرقية بتبقى ورا مطرب، الكاميرا بتفوت زوم على أكثر من يعني مجموعة عازفين،
ساعة الكمنجتية، ساعة للي بيعصب، ساعة كذا، بتحس كل واحد بوادي يعني ما كتير في تركيز. هل بتعتبر كثرة العازفين منيحة بالموسيقى؟ طبعا منيحة طبعا. المهم طبعًا. شو المهم شو طبعا المهم قائد الأوركسترا هن كمجموعة ده بيقدر يعمل كمجموعة كل ما كبر العدد، كل ما صار العمل أضخم، كل ما صار الروح فيه أجمل، العطاء فيه أجمل، وهذا الأصول. كل ما الموسيقى صار إلى وزن طبعا طبعا هذا المنطق وهذا الأصول. طيب يعني هلأ عم نمرق على مجموعة أسماء طويلة عريضة من النجوم مغنين، كل اللي عم بيغنوا فيه نجوم أسماء كبيرة. أنت اعتدت أنه تكون مع أكثر من نجم من فنان، كانوا عادة فنانين ينبسطوا أنه معهم فلان عم يعمل سولو لأنه بيعمل حياة. ما عدنا شفنا هاي الشغلة، شو القصة؟ أنت ما بدك ولا هني ما بدهم؟ لا هني ما بدهم. سبب؟ سبب بيكون شخصي السبب، لأنه شوف أنا تعاملت طبعا مع كل الفنانين ومش اشتغلت معهم كتير، فحبيت استقل، لأنه استقلاليتي هي كانت سبب لراحتي الروحية والنفسية وفي فنانين جدا أنا تعاملت معهم وإلي الشرف أني أنا تعاملت معهم، وفي فنانين العكس، وفي فنانين بوجعوا الراس، وفي فنانين ما خصون، وفي فنانين تجاريين، وفي فنانين مثل كل شيء بالدنيا مثل كل شيء يعني مثل كل شيء بالدنيا. عرفت كيف؟ فمليان المهنة هيدي فيها كل المواصفات، وكل مين له جمهور وكل واحد جمهوره بيشبهه، فهذا شيء طبيعي يعني. بس يمكن الأستاذ كاظم الساهر لعب معه ميشيل فاضل سولو على البيانو بيغنيه مثلا، ما عدنا شفنا يعني كثير عازفين مهمين عمالي بيلعبوا سولو مع مطرب، يعني مطرب عم يعمل المختلف، صاروا بيجيبوا ديو مطربين مثلا، ديو مطربين، ما في ديو مطرب وعازف. هلا انا لما استاذ كاظم الساهر سجل بلبنان اول سي دي بعتقد لهلا بعده عم يسجل، بسجل بلبنان، عزفت له سولو قصيدة إني خيرتك فاختاري. أنت عملتها؟ أنا اللي عملتها. نعم. طبعاً، وتعاملت معه، وأنا بهني هذا الفنان المتكامل طبعاً. بالحب وبالوفا وبال يعني صفات جميلة صحيح. بيملكها يبدو ما بتختلف القصة ما بين نجومية الفنان كموهبة كبيرة وقيمته كبني آدم، قيمته كإنسان، يعني ما فيك تشيلهم تفصلهم بعض. ما معنى كلمة فنان؟ أن تكون مميز بكل شيء عن بقية الناس، لأنه التمييز مش عن الناس أنه أنا أحسن من الناس، لا، هي هبة تيجي من الله أن يكون أنت عندك إحساس أعلى، رقي أعلى، ذوق أكتر، حب أكتر، عاطفة أكتر، كل شيء دوس طبعه زيه. هذه كلهم بيحملوا كلمة فنان، يعني في ناس ما خاصة، والفن مش بس موسيقى، كل شيء فن بالحياة. الست اللي بتقعد بتطبخ من قلبها لأولادها هذا فن، كل شيء كل شيء كل شيء فن. حلو. فهذا يعني الفن واسع. انت ما عم تشتغلت مع فرق موسيقية؟ لا، اللي زمان يعني هل انت ترفض يعني؟ لا ما مش ارفض، ولكن صار عندي هيك خط خاص. هذه واضحه عندك خاصيه فيها القصه، انك سولو دائما، وانت عيلتك لك، وانت عندك جوك وعندك الطريقه اللي بتعبر فيها كل شيء. صحيح، هودي واضحين. بس انه هل هذا يعني انك لا تريد وترفض انك تشارك بفرقه موسيقيه؟ لا بالعكس، انا بحب واشتقت بصراحة. طبعا اشتقت، بس يكون لك محل، يكون مكاني المناسب. هاي السؤال. طبعا طبعا يكون مكاني المناسب، لأنه أنا قدت فرق موسيقية كبيرة. أوكي، قدت مع فرقة بحفل ست ماجدة، قدت فرق كتير مع كتير فنانين، فهذا من ضمن عملي الأساسي، فأكيد أنا بحب. لأن لا يعني لما بتقول مثلا يعني بتقول مجدي الحسيني، بتقول رغم أنه مثلا كان يعزف مع فرقة لكنه كان متميزا،
طبعا عمر خورشيد لما كان يضرب طبعًا. على اللدى طبعًا. كان قلب الفرقه بس كمان كان متميز طبعا. انت بتطلب هذا المناخ مش طبعا هيك؟ طبعا اه اوكي طبعا بتصور حق هذا يعني يعني اقل شيء حق الخبره يعني بعد العمر انه تكون انت بالمكان اضعف الامام المناسب هي. طبعا طيب انت بالنسبه للتاليف الموسيقي عملت اكثر من كليب لمقطوعات انت عاملها اي وطلعت فيها وكانت كثير مميزه عندك شيء جديد عم تشتغل عليه؟ انا طبعا دائما بألف موسيقى وبعمل شيء جديد وطبعا بنزلهم كلهم على السوشيال ميديا موجودين ودائما بستوحي انا لما بألف موسيقى بحب اصنع فكره او رساله او لازم تكون بتقول شيء لازم يكون بتقول شيء طبعا بس انت اللي بتطل من عندك من هون عن البلكون على هذا المشهد على هذا الفيو اللي ما شاء الله مترامي يعني انت جامع البر والبحر والسماء الحمد لله وكانك اخذهم لإلك الحمد لله بتشوف انا مرقت ايام كثير حلو مرقت ايام علي انا بحب الطبيعه هاي نقول نحن بمكتبه خلص مش ببيتك ايه تفضل ايه وبحب غضب الطبيعه كمان حتى الشتي والعواصف ايه فشو كنت اعمل انا قد ما بحب الشتي والهواء والعواصف والغضب انطر الطبيعة يقولوا جاي عاصفه يبلش الهواء يجي احمل الكمانجا والدنيا ليل معتم الدنيا والهواء عم بخبط اطلع صير اعزف عم بستقبل الطبيعة اعزف يعني اتخيل كل هالصور قدامي وترجمها بالكمانجا يعني تلاقي الكمانجا مع روحي مع ذاتي مع نفسي يعني انه هناك امكانيه لانك تصنع موسيقى تصويريه لخبرك خبريه خبرك خبريه مهدومه بقعد عم بتمرن بتعرف تمارين واحد بكون عم بتمرن كلاسيك مثلا هذا نوع من التمارين اليوميه بس انت عزفت شيء حلو بلاقي راعي جايب غنماته تحت والصوت بيوصل فقلت هيدا عبالي اعزف له هذا السادة شو بدي اعزف له اعزف له كلاسيك ما حي يستوعب بدي اعزف له شيء يفهمه هو فبلشت له الراعي صار يرقص بينت الخيمة وبينوا الماشي صار يرقص الراعي وانبسطوا كيف أنا عم بعزف من شان الغنمات يعطوا حليب لأنه عم بسمعهم موسيقى عرفت كيف فهذا الراعي صار كل يوم يجي بالأخير قلت له شو قال لي عمل لي ما خالص شو كثير وثبت لك بأنه صار يدروا أكثر الغنمات فمن نهفات عالم الموسيقى شيء جميل بين عاصفه بين انك تترجم يعني انك يعني انت بتستوحي من كل شيء من كل شيء انا بستوحي المنيح والوحش طبعا يعني لما بتقول انه الطبيعه غضبانه وانت طلعت لها بالكمان انا امرار لما اكون غضبان فيش خلق بالكمان كمان الغنيرات دول غضبان على طول تطلع تعمل كل هذه القصص العظيمه جديدك شو يعني في عندك شيء جديد هلا له علاقه بمقطوعات جديده بتصوير كليب لمقطوعات كمان عملها شو عندك دائما انا بكل فتره بصور شيء وبنزله بيحمل بتعرف نحن هلا بعصر السوشيال ميديا فبعمل اشياء كتير كفرز بنزلها عزفت يعني عزفت لفلسطين اكثر من معزوف عملت قطعة لفلسطين كتير أنا بدي أسألك شو انعكاس الأحداث بغزة على شغلك كمان هلا شوف هذا الوجع ما بيموت بضله حي فينا ولكن كل إنسان بيعبر بطريقته طبعا وأنا يعني بعتقد محظوظ إنه عندي سلاح أنا بعتبر الكمانجة سلاح طبعا إني أعبر فيه عن الألم أو الوجع أو المناجات فيك تعمل شيء هلا اسم الله عليك دغري بتلبي ما فظيع قلت لك أنا عسكري حبيبي عفوا أنا عارف اللي أكل لي رصاصة الله
الله عليك. تسلم الله عليك. تسلم. يعني يعني وكأنه فيروز كانت عم بتغني عن جد، مش كأنه بس الموسيقى تبعها. ايه ايه طبيعي، وفيها وجع وفيها فيها فيها يعني. انا بس اعزف هيك شيء كثير بتأثر. بس خليني اقول لك يعني يعني هالقد هالآلة يعني بتطلع الألم، بتطلع الإحساس، يعني هالقد فيها حساسية، هالقد آلة الكمان أقرب آلة لطبيعة الإنسان بإحساسه بصوته بكل مشاعره، لأنها بتجسد بتجسد أرق مشاعر الجمال وأقوى انفعالات الغضب. حلو. وما بينهم. فآلة الكمان بحر واسع. لسبب قلت لك الحلم اللي كنت حب اني انا حققه لعرف الناس هيدي الآلة، الحمد لله حصلت عليه. وعم توصل الرسالة الحمد لله. ايه طبعا. انت حفلتك متفرقة طبعا وبلبنان بالعالم العربي، عم تطلع على يعني محلات ابعد. يعني كنت بامريكا من فترة. ايه. وهلا كمان عندي جولة باستراليا. ايه. يعني دايما عندي عالم الخاص الجميل. ايه. بس بتطلع بكل البرامج لحالك؟ اي طبعا. انه الحفلة كلها بتكون لإلك ولا بيكون فيه مطرب له؟ بعض الاحيان بيكون فيها في حدا، بعض الاحيان بيكون انا لحالي. حسب يعني حسب الطلب وحسب نوع الحفلة. حسب التعاطي الاعلامي معك كيف؟ صحافة يعني الصحافة كيف تستقبلك؟ يعني شو بينكتب عنك عادة بهيك حفلات؟ عادة يعني بتعرف في استقبال، في بيكتبوا عن نوعية الحفلة، بيكتبوا مثلا أنا ما بطلع على مصر بدار الأوبرا المصرية، كتير بيجوا صحفيين وبياخدوا مني حديث، وما في أجمل من أنك تكون بهذه الأماكن الجميلة اللي تقدر أنك أنت تترجم ما تملك من مشاعر وأحاسيس. على شو بركزوا عادة معك؟ على مهارتك بالعزف؟ أكتر أكتر أنا أنا عجبني مرة بالزمانات كتبوا عني جهاد عقل تسمعه وتراه. حلو. يعني مش بس بتسمعه كمان. إيه أنت بتعمل شو أصلاً؟ بتعمل شو؟ مش بس مش شو رقص أو لا شو. لا لا لا. أنا هو شو بمعنى هاي تعبيري لوحات. تعبيري لوحات. تعبيري مع آلة الكمان تلقائي، يعني ما 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 بتمرن عليه او بعمل. حياتي مع آلة الكمان على المسرح